شفناك في عاشور العاشر، وكان الجمهور أيضا زاد والف كوثر يشوفها كل عام في عاشور العاشر. علاش مازلناش شفناك في أعمال أخرى في الجزائر؟ هل ما عرضوش عليك أو عرضوا عليك أدوار ما عجباتكش؟ لا مش عرضوا عليا، لكن من عاشور العاشر ما وقعش اقتراح اخر، فما اقتراح وحيد اللي صار عمي، وكان فما عمل معكم في قناه الشروق وما نجمناش نظرا للارتباطات معناتها اللي موجوده، يلزم واحد ينجم ينسق بيناتهم. لكن الحقيقة التعامل مع جعفر قاسم كمخرج معناها زادة يخليك وقت اللي باش تخدم عمل آخر تعرف تختار الخدمة معاه، مريحة برشا برشا. لو نتكلم على نسبتي العزيزة اللي كان فيها 8 مواسم وكلها كانت ناجحة إلى أنه توقفت، علاش توقفت ما زلنا شفنا موسم آخر؟ توقفت لأسباب، أولاً فما بعض من أصدقائنا يقول لك نحب نعمل فرص عمل أخرى، لأنه وقت اللي خدمنا نسيبتي العزيزة خديت نجاح كبير في تونس. وقت اللي النجاح هذاك كل عام أنت ملتزم في العمل، ما تنجمش تاخو حاجة أخرى، الالتزام سابق معناها. ففما من أصدقائنا اللي يقول لك أنا ما نحبش نربط كارير كامل بعمل حتى وكان ناجح، يحب يعمل إنتاجات أخرين، تجارب أخرى، وهذا رأي معناها نحترمه. وفما اللي يقول لك بالعكس أنا حاجة ناجحة نحب نكمل فيها، دونك الاختلاف هذاك ما خلانيش معناها نكمله. كهو هذا هو السبب الوحيد معناتها. وهذا رمضان كنت حاضرة بدور مختلف تماما مغاير عليك في دور أمينة في كابتن ماجد، وهو دور مغاير تماما من قبل على واش قمتي. كيفاش كان هذا الدور والتحضير ليه؟ الكاتب اللي كتب نسبتي العزيزة هو يونس الفارحي نحييه، وهو اللي كتب الكابتن ماجد. الفكرة في معناتها الفكرة أنه كابتن في الجيش خذت تقاعد وطبق اللي يعملوا في الجزرنا على العائله نتاعو في الدار. الفنان صالح اوغروت اللي جمعكم العامل كيف كيف، اليوم كوثر واش توجه له كلمه اللي احنا نتمناو له الشفاء من هذا المنبر؟ نقول له ان شاء الله ربي يخليك وربي يفضلك، ان شاء الله ربي يشفيك. قريب 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 نشربوا الشيكولا مع بعضنا ونقعدوا نخدموا مع بعضنا مره اخرى، القعده معاه ممتعة معناها كي نقعدوا هكا نحكي خارج العمل، معناها القعدة معاه جميلة، هو سمباتيك روحه باهية، دونك إن شاء الله بقدرة ربي نعاودوا نقعدوا في الحمامات ونشربوا الشيكولا ونقعدوا نسهروا، وإن شاء الله ربي يشفيك ويخليك إن شاء الله. لو نقول لك شنو هو ميور سوفينير مع صالح أوغروت؟ ميور سوفينير هما برشا الحقيقة، مش في جمعي فاميلي، طيبت لهم من المكرونه.